بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. صدق الله العظيم. يا أحرار العالم، يا أخوتنا المجاهدين في جميع أصقاع الأرض، يا مسلمين العالم، نحن أخوتكم المجاهدون. نحن الآن في قلب مدينة حلب، نحن الآن نبتعد عن القلعة بضع أمتار ونقاوم كلاب الأسد ونتصدى لهم، فآزرونا وقفوا معنا. وهاب المجاهدون بعونه تعالى سنهزم بشار الأسد هو وأعوانه شر هزيمة. تكبير، الله أكبر.